نشرة أخبار الثامنة من يو تي في، وهذه عناوينها. الدولار الموازي يسجل صرفا قياسيا، محتجون يطالبون المركز بخفض السعر، والبنك يعوض المتضررين من أرصدة شركات التداول. 800 حريق في النجف خلال 6 أشهر، الحصيلة أقل من العام الماضي، وشكاوى قضائية على المخالفين لشروط السلامة. كربلاء تنفذ خطة عاشوراء الصحية ب 12 مستشفى و 100 إسعاف، ومواكب ديقار تكافح الحمى النزفية لقيود الوقاية. ومستشفيات الموصل بلا أدوية، صالات الجراحة تخلو من الخيط والإبرة، و 175 طبيبا فقط لمليون نسمة في المثنى. مشاهدينا تحية طيبة، أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يوما بعد يوم يسجل الدينار تراجعا في تداولات سوق العملة، وبفارق كبير يوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ملقيا بتداعياته على الشارع والأسواق، حيث شمل الغلاء قطاعات مهمة أبرزها السلع الاستهلاكية. وفيما يوصي خبراء الاقتصاد الحكومة بتوفير الدعم لتلك القطاعات وتعزيزها لدعم الشرائح الفقيرة والتخفيف من أضرار الأزمة، يؤكد محافظ البنك المركزي أن الارتفاع في سعر الصرف أمر وقتي، وأن السلطة النقدية تواصل طرح حزمها لتنظيم السوق. إذن ارتفع سعر صرف الدولار في أسواق بغداد وعدد من المحافظات إلى 158 ألف دينار لكل ورقة. يأتي الارتفاع وسط تسجيل البنك المركزي تراجعا في مبيعاته النقدية من العملة الأمريكية إلى نحو الثلث مقارنة بيوم أمس، من 34 مليون دولار إلى 22 مليونا. هذا ونظم ناشطون وقفة أمام مقر البنك المركزي في بغداد للاحتجاج على الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار. المحتجون طالبوا البنك المركزي بخفض سعر الصرف وتطبيق إصلاحات في النظام المصرفي والمؤسسة النقدية، متواعدين بتنظيم وقفة أخرى خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار أزمة الصرف. يتفشون بالشوارع، واحنا عندنا جيل كامل، جيل التسعين، جيل بالشوارع ما عنده لا لقمه ولا شغله ولا زواج. يا مدير البنك المركزي، حتى لو شفنا احنا قله قليله، احنا صوت العراق، احنا صوت العراق. الدولار ومن يصير عند الدولار ومن يصير عند الدولار. حددني اذا انت حر وشريف. بالجواري ونرجوها وذولاك يتفشون بالشوارع، واحنا عندنا جيل كامل، جيل التسعين، جيل بالشوارع ما عنده لا لقمة. ذلك ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار، والمتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هم شرائح ذات الدخل المحدود، اللي هو المتقاعد، الموظف، الكاسب، وماكو حلول بالافق القريب من قبل الحكومه ومجلس النواب العراقي او حتى من البنك المركزي لمعالجه هذا الخلل. خرجنا اليوم نحن كعراقيين نحمل هما والما من اجل الضغط على الحكومه العراقيه وعلى البنك المركزي العراقي وعلى وزاره الماليه من اجل استعاده سعر صرف الدولار الى سعره السابق، ومن اجل فرض سياسه ماليه ونقديه حكيمه ورشيده. محافظ البنك المركزي علي العلا قال إن صعود سعر صرف الدولار أمر وقتي، مؤكدا مواصلة طرح الحزم التنظيمية لاستقرار السوق. وفي مقابلة مع الوكالة الرسمية تحدث العلاق عن حملة لدعم الدينار وفتح أكبر عدد من القنوات لإجراء عمليات التحويل، ومنها قناة مباشرة مع الصين بعملتها من دون المرور بالإجراءات المعقدة، فيما نفى وجود أي إشارة من الجانب الأمريكي لإدراج مصارف جديدة ضمن قائمة العقوبات. هذا وحدد البنك المركزي آلية لتعويض المتضررين من فرق سعر صرف الدولار الرسمي والموازي،
محمد يونس معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي قال في تصريح أنه بإمكان من يشتري الدولار بسعر أعلى من الرسمي تقديم شكوى إلى البنك المركزي لاستقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك وتسليمه إلى المواطن. عن أزمة سعر الصرف تنضم إلينا شبكة مراسلين من بغداد، علي أسد، نجف حسام الكعبي وقاسم الزيدي من الموصل. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك علي. علي، ما آخر الأرقام التي سجلها الدولار في بغداد وكيف هو الوضع بشكل عام؟ نعم، الوضع بشكل عام مربك على مستوى الأسواق مع وصول سعر الصرف إلى حدود 160,000 دينار لكل 100 دولار. هذا الأمر سبب إرباك بالنسبة لعمليات تبادل العملة، بالنسبة للصرافة التخوف كبير من قبل محلات الصرافة في تبادل العملة، ولذلك هذا الأمر سبب تعطلا كبيرا للحركة الاقتصادية بشكل عام في العاصمة بغداد، مع وجود احتجاجات كانت موجودة اليوم أمام البنك المركزي العراقي. المحتجون طالبوا بإعادة سعر الصرف إلى وضعه القديم، وقد منحوا البنك المركزي مدة زمنية لتحسين الوضع الاقتصادي قبيل الخروج بتظاهرة وعدوا بها خلال الأسبوع المقبل. تحدثوا عن تظاهرة مليونية سيتم التحشيد لها للوقوف أمام مبنى البنك المركزي العراقي. بشكل عام تقلبات سعر الصرف أدت إلى ركود واضح في الأسواق العراقية، هنالك عملية تخوف من تبادل العملة من الشراء مع توقف الحوالات الخارجية، هنالك المواد المستوردة ارتفع سعرها بشكل واضح، أغلب المواطنين بدأوا بشراء المواد الغذائية والأساسية فقط راكنين المواد الأخرى التي تسمى بالمواد الكمالية جانبا بعد تدهور الوضع الاقتصادي. الآن الصورة عادت إلى المربع الأول الذي كانت فيه عندما تغير سعر الصرف، مع وجود أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتمالية وصول سعر الصرف إلى 200,000 دينار من قبل بعض المحللين الاقتصاديين. يبدو أن هذه التصريحات تلقي بظلالها بشكل واسع على الأسواق المحلية هنا، وكذلك تعطل من عملية التبادل التجاري، من عملية التبادل المالي، تسبب مخاوف كبيرة بالنسبة للمواطنين من القادم. برغم تصريحات السيد العلاق على أن سعر الصرف لن يرتفع عن هذا المستوى، لكن المؤشرات الحالية وحديث الاقتصاديين لربما يصل سعر الصرف إلى أرقام قياسية، وهذا يعني مزيد من التدهور على المستوى الاقتصادي ومزيد من الركود على مستوى بقية السوق بشكل عام. نتحدث عن سوق السيارات، سوق الأجهزة الكهربائية، كذلك سوق الأثاث، كل هذه الأسواق الكبرى شلت بشكل كامل، مع خصوصا بأنها تعتمد بشكل واضح على الاستيراد، وهنالك مخاوف من أن ينحدر الوضع الاقتصادي إلى أكثر من ذلك في حال عدم السيطرة على هذا السباق ما بين الدينار وكذلك الدولار. حسام، كان هذا الوضع في بغداد، ماذا عن النجف؟ نعم يا علي، ربما الوضع في النجف لا يختلف عن الوضع في بغداد. النجف أيضا سوق تجاري شهد مشاكل كثيرة على أثر تقلبات سعر الدولار، ربما شهد السوق استقرارا لمدة شهر أو أكثر من شهر بقليل بسبب استقرار سعر الصرف، وتحدث عن سعر السوق يعني السوداء السوق الأسود بين 145 إلى 147 مقابل 100 دولار أو فئة 100 دولار. اليوم صراحة ومنذ فترة طويلة المواطن لا يشعر بالثقة، لا نتيجة لقرارات البنك المركزي ولا حتى بالتعاملات التجارية. هنالك يعني تأثير واضح بسبب هذه التقلبات، إضافة إلى أن هنالك عدد ليس بالقليل قد أثرى ثراء فاحشا على يعني أساس هذه الأزمة. هنالك من استغل المواطنين والأزمة وقرارات البنك المركزي من خلال التحايل على القوانين واستمرار تهريب العملة، إضافة إلى تزوير فيز السفر والجوازات، ومن خلال هذه العمليات استطاع الحصول على الدولار بالسعر الرسمي ومن ثم يقومون بضخه بالأسواق. هذا أيضا
أثر بشكل مباشر على يعني استقرار سعر الصرف. هنالك يعني مراقبين لعملية الدولار يتحدثون عن هنالك قرارات غير مطبقة على أرض الواقع، حتى وإذا كان البنك المركزي يريد تصحيح هذه العملية بسبب عدم متابعته لتطبيق القرارات ربما سيستمر الوضع إلى الأسوأ، ومخاوف من أن تشمل العقوبات ربما مصارف عراقية يعني أخرى، وحتى ربما هنالك من يتحدث أن العقوبات ربما تشمل البنك المركزي، ويعني بالتالي المتضرر الأول والأخير هو المواطن والموظف العراقي. الموظف العراقي ربما انخفضت رواتب الموظفين إلى نسبة 20%، البضائع ارتفعت بنسبة يعني بنسبة لا تتساوى مع نسبة ارتفاع الدولار. هنالك تذبذب ومشاكل كثيرة يا علي في السوق، وأتحدث عن النجف ربما والذي لا يختلف عن سوق بغداد وباقي محافظات العراق. نعم، هذا ما سنعرفه من قاسم. قاسم، ماذا عن الموصل، آخر الأرقام ووضع السوق؟ نعم علي، مساء الخير. منذ يومين يا علي ولا حديث في مدينة الموصل غير سعر الصرف. المواطنين متخوفون جدا هنا في المدينة من ارتفاع أكثر، قد يعني خلال يومين ارتفع سعر الصرف تجاوز 8,000 دينار. اليوم سعر الصرف في مدينة الموصل 158,000 دينار لكل 100 دولار. هذا الارتفاع أربك السوق يا علي. المواطنون الآن توجهوا إلى الأسواق لشراء السلع الاستهلاكية، يعني بالجملة نتحدث، تخوفا من صعود الأسعار أكثر. الأسعار ارتفعت جزئيا الآن خلال هاليومين الماضيين، لكن هناك تخوفات من صعودها أكثر. المواطن نزل إلى السوق للتسوق تحسبا لارتفاع قد يحدث خلال اليومين المقبلين، يعني قد يتجاوز سعر الصرف 160,000 دينار. نتحدث عن يعني أيام قليلة لم تتجاوز 72 ساعة سعر الصرف ارتفع 8,000 دينار. هذا رقم حسب خبراء الاقتصاد وخطير، يحتاج إلى مدة أطول لكي يستعيد الدينار عافيته. المطالبات هنا يا علي تطالب بتفعيل قانون حماية المستهلك ووضع تسعيرة للمواد الغذائية خصوصا. نعم. يعني هناك جشع من بعض التجار. نعم. يستغل هذه الظروف لكي يرفع الأسعار. نعم. المطالبات تطالب بتفعيل قوانين حماية. نعم. المستهلك. نعم، شكرا لك يا قاسم الزيدي مراسلنا من الموصل. شكر موصول لحسام الكعبي من النجف وبغداد علي أسد. تستمر الفجوة بالاتساع بين السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار، مخلفة تداعيات انعكست في حالة من الغلاء وضربت قطاعات مختلفة داخل الأسواق بالكساد، وهي تداعيات يتوقع أصحاب المصارف الممنوعة من الدولار أن تتفاقم، فيما يوصي خبراء الحكومة بدعم السلع الاستهلاكية لحماية ذوي الدخل المحدود. سعر الصرف يلامس حاجز 160 ألف دينار للمئة دولار، كساد كبير تشهده الأسواق المعتمدة على العملة الأمريكية في تعاملاتها اليومية، ومنها السيارات والأجهزة الإلكترونية، فيما تشهد أسواق الجملة ارتفاعا ملموسا بأسعار المواد الاستهلاكية. ولعبور مرحلة الغلاء والكساد، يوصي خبراء في الاقتصاد بدخول الحكومة إلى الأسواق ودعم السلع الأساسية وعلى رأسها الغذاء والدواء. القطاعات المتضررة بالتأكيد وزارة التجارة معنية الآن بضخ مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية، ولاحظنا السيد رئيس الوزراء أمر بواحد تريليون لتعزيز قدرة وزارة التجارة على زيادة هذه المفردات في هذه المرحلة. كلما أبعدنا المستهلك ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل عن التذبذبات السعرية خاصة في سوق الغذاء والدواء، كلما كانت السيطرة ممكنة. ارتفاع أسعار الصرف جاء إثر منع 14 مصرفا خاصا من التعامل بالدولار بقرار أمريكي. المصارف الممنوعة عقدت مؤتمرا صحفيا لبيان موقفها من القرار، موضحة أن أضراره تتعدى اضطراب الأسواق إلى تأثر الاستثمار الأجنبي، وأن وجود ما يقرب من ثلث المصارف الخاصة ضمن منع التعامل بالدولار الأمريكي سيكون له ردود فعل سلبية على جوانب عديدة، ليس فقط على سعر صرف الدينار العراقي
مقابل الدولار الأمريكي، ولكن سيكون تأثيرها كبيرا جدا في عدة اتجاهات ومن ضمنها إيقاف الاستثمار الخارجي. الفجوة بين الدولار الرسمي والموازي تتسع، والفرق في سعر صرفهما بلغ اليوم 28 نقطة مع توقعات باتساعه إذا لم تعمل السلطة النقدية على تدارك الأزمة بحلول تعيد الاستقرار إلى الدينار. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. هذا وتوقع خبراء وباحثون في الاقتصاد استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرين خلال حديث لبرنامج الحق يقال إلى أن البنك المركزي غير قادر على مفاوضة الخزانة الأمريكية وأنه بحاجة إلى وسيط أوروبي. المنصة راح تطبق بها أشياء من تعليمات جديدة من الفيدرالي تتعلق بالبحث عن مصادر أموال العراقيين الذين يحولون أموالهم عبر المنصة. هذا الشيء راح يخلي الأسعار تطفر أكثر، سعر الدولار، لأنه راح يشح، ولما يشح التجار لازم يحصلون على الدولار مثل ما تفضلت بتقريرك الآن، فلذلك راح تصير طفرة كبيرة. الآن أعتقد البنك المركزي العراقي غير قادر على مفاوضة الفيدرالي مباشرة وزارة الخزانة، وحتى الحكومة سيدة وزارة أكثر من مرة يروح ما حصل راح على واشنطن. أعتقد الآن ومن الذكاء والحكمة إدخال الوسيط، يعني أنا أنصح بوسيط الآن يدخل بيني وبين الفيدرالي وبين الأمريكان لأجل وضع خطة، إحنا هاي الخطة نمشي عليها، ندعم الصناعة، نفتح المبادرات. الحديث عن أزمة سعر الصرف ينضم إلينا من بغداد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن الشيخ لي سيد الكريم. بداية مرحبا بك، كيف تقيم أو تتابع خطوات البنك المركزي في إعادة الاستقرار للدينار، يعني خصوصا أن محافظ البنك أكد استمراره في طرح حزم لتنظيم السوق؟ تفضل. شكرا جزيلا إلى حضرتك وإلى كادركم ومشاهديكم الكرام. حقيقة أنه الأمر اللي يصير في لبس هواية وفي خطأ بالتقدير، يعني بصراحة أولا يجب أن نعرف أنه حقيقة ارتفاع سعر الدولار بالوقت الحاضر مو سبب الحظر اللي صار على 14 مصرف، بدليل أنه هاي 14 مصرف ما كانت تستحوذ إلا على 8% فقط من مبيعات البنك المركزي، ولذلك الآن إذا انقطعت عوض عنها البنك المركزي بالسماح لشركات الصرفة لدخول مباشرة إلى نافذة بيع العملة حتى توفر الفرق اللي فقدت هذه المصارف 14 من الدولار. اثنين، العقوبات هذه هي مو عقوبات بحد ذاتها، وإنما هي يعني تقليص عملهم وحصرا في الدولار. هذه المصارف 14 كانت عندها مخالفات منذ عام 2022، وسبق وأنه تم تنبيههم بتجاوز هذه المخالفات، وأبلغوا بأنه قد يقعون على طائلة العقوبات فيما إذا لم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه المشاكل. والمشاكل اللي كانت موجودة هي عندهم مشاكل فنية منذ عام 2022 مثل ما ذكرت لك. يعني سيد عبد الرحمن، إذا لم تكن هذه العقوبات بحق البنوك العراقية ومبيعات البنك المركزي لا زالت ثابتة كما هي، إذن ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ بصراحة خلينا نكون صريحين واقعين وخلينا نعترف بالخطأ. أولا اللي صار هو بسبب جشع التجار والمضاربين بالذات، واللي استغلوا هذه الفرصة بسبب القرار الأمريكي. يعني لو تسمح لي أذكرك أقول لك حادثة، يعني بالليلة اللي صدر بها القرار من الفدرال الأمريكية بمعاقبة هذه الشركات الـ 14، بنفس الليلة اتصلوا بعض المضاربين من خارج العراق إذا كانوا في دبي أو في الأردن، اتصلوا وجمعوا الأموال اللي كانت الدولارية اللي موجودة بالسوق واللي كانت ما يتجاوز سعرها 46-47، يعني 146-147 ألف دينار عراقي، جمعوها بما يساوي 150-151-152، واستمروا بشراء هذه العملات إلى أكثر من سعرها. القصد من عندها أنه محاولة سحب الكم الأكبر من الدولار على أساس أنه هذه العقوبات راح تحجب كثير من الدولار اللي بالشارع، وبالتالي هم راح يستغلون هذه الفرصة ويقدرون يبيعون المخزون اللي عندهم بأكثر من سعره. وبالمناسبة هو ليش هذا الإجراء ده يصير بالنسبة للمضاربين؟ لأنه التجار الصغار اللي عندنا مع الأسف لا عندهم شركات بأسمائهم ولا هم يدخلون إلى نافذة العملة لأنه حسابات مصرفية ما عندهم، ولذلك هذا الموضوع من الخطأ الكبير أنه نسمح لهؤلاء التجار بأنه يتعاملون مع السوق المحلية وشراء وجمع الدولارات من السوق المحلية لغرض شراء بضاعتهم. نعم.
عبر المنافذ الحدودية الغير رسمية. الآن ماذا صار من البنك المركزي إذا تسمح لي القرار اللي تفضل سيد أكمل. عفوا القرار اللي صار من البنك المركزي القرار سمح لكل التجار حتى صغار التجار اللي ما عندهم شركات باسمائهم أنه يشاركون في نافذة بيع عملة فيما إذا قدموا أوراق أصولية لاستيراد بضائع، ونفس العملية بالنسبة إلى شحة الدولار سمحوا إلى شركات الصرافة اللي هي بالأساس هي مرتبطة بمصارف مباشرة، مرتبطة بمصارف يعني ماكو شركة صرافة كانت تشتري دولار مباشرة إلا من خلال مصرف، ولأنه بعض المصارف حجبت عن التعامل بالدولار فسمحوا لهذه الشركات أنه تشتري مباشرة من البنك المركزي بعد ما تقدم أوراقها الثبوتية. الملاحظة المهمة جدا أنه هؤلاء التجار ما يحاولون أن يدخلون بهذه النافذة لأنه لا يمتلكون أوراق أصولية أو شهادات تأيد هذه دخول هذه البضاعة، ولذلك تشوف قرار البنك المركزي أول أمس كان يطلب من الحكومة التشديد على رقابة دخول البضائع وهل هي فعلا تدخل لو بس مجرد خروج أموال. يعني إذا تسمح لي سيد عبد الرحمن حتى نستغل الوقت نقل النقطة، يعني اليوم محمد يونس معاون مدير دائرة الاستثمار قال أنه بإمكان من يشتري الدولار بسعر أعلى من الرسمي تقديم شكوى إلى البنك المركزي وسوف يتم تعويضه تعويض المتضررين. إلى أي مدى قد يسهم ذلك في حل الأزمة؟ يعني هو بايع سيد الكريم، هو الإجراءين اللي صار من البداية أنه بالسماح لهم بالدخول المزاد العملة هذا راح يوفر لهم، هو ليش يعني يشتري من السوق السوداء؟ لو كانت معاملات أصولية لكان لجأ إلى نافذة بيع العملة وبالتالي راح يستحصل على العملة الأجنبية الأمريكية بالذات بسعر الرسمي 130 ألف دينار، لكنه لأنه أوراق غير أصولية ولأنه عمليات اللي دا يجري بها عمليات قد يشوبها نوع من الغبش، ولذلك حتى راح يوضعون نفسهم في موقع مخالفة لقوانين مكافحة الغسيل الأموال خاصة قانون رقم 39 لسنة 2015 اللي يعتبر أي معاملة بها شبهة هي بحد ذاتها مخالفة يستحق عليها العقاب. فلذلك هم هؤلاء الصغار التجار اللي كانوا دائما العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار العملة لأنه ما يدخلون النافذة، لا يدفع غمارك لا يدفع ضريبة لا يدفع رسوم لا كل شيء ما عنده، وإنما يلم الفلوس من الشارع من السوق الموازي السوداء ويروح يشتري بضاعة من خلال المنافذ الحدودية أصلا بعضها أو الأكثرها إذا ما نريد نقول أكثرها هي غير رسمية هذه المنافذ. نعم. وكثير من عندهم يتخوفون حتى ما يظهرون هذه التفاصيل لأنه أصلا الأموال اللي عندهم هي أموال متحصلة من مصادر غير رسمية أو غير شرعية، ولذلك يخاف أن يدخل في نافذة بيع العملة خوفا أن لا تنكشف أوراقه بهذه الطريقة، وحقيقة الأمر هو هذا الذي يصير. من بغداد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن الشيخ لسيد الكريم، شكرا جزيلا لك. بدينا أحداث العراق وأخبار أخرى مع الزميلة آية شوخجي. شكرا لك علي، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير السياحة، وخلال ترأسه اجتماعا ضم وزير الثقافة والسياحة والآثار ورئيسي هيئتي السياحة والآثار والتراث، شدد السوداني على أهمية قطاع السياحة وضرورة النهوض به لما يمثله من وجهة حضارية للبلاد ولدوره المهم في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي أن شركة آيترون جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء في العراق. وفي تغريدة لها ذكرت رومانوفسكي أن الشركة الرائدة عالمياً يمكنها تنظيم توزيع الطاقة على المستهلكين
والمساعدة في القضاء على سرقة الكهرباء وخفض انقطاع التيار وتوفير طاقة موثوقة للعراق. بحث وزير التجارة أثير داود الغريري مع السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي التنسيق لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة لبغداد. وخلال اللقاء أكد الغريري حرص العراق على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا وأهمية إقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك في البصرة، مشيرا إلى إمكانية التخطيط الاستراتيجي لإقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة ومنها الاستثمار في بناء صوامع الحبوب. من جانبه أكد السفير التركي أن العراق شريك أساسي في طريق التنمية الاقتصادية، معبرا عن ترحيبه بحل الملفات العالقة مع بعض الشركات التركية المتعاقدة مع وزارة التجارة ليكون رسالة إيجابية لبقية المستثمرين الأتراك. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الزيادة السكانية في العراق تتسارع مقارنة بالدول المجاورة، وصفا ذلك بالظاهرة الجيدة والإيجابية. مدير مكتب الصندوق الأممي نستور أوموهانجي ذكر أن العراق واجه جزءا من أزمة تمثلت ببعد سكانه عن الحياة السليمة، واضحا أن رؤية الصندوق الموضوعة قبل 30 سنة لم تتحقق، وهناك حاجة إلى إعادة هيكلة السياسات لتأمين حاجات الزيادة السكانية. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن الوزارة تعمل على خطة 5 استراتيجية لمكافحة الفقر ترافقها خطة وطنية للتنمية، مضيفا ليوتيفي أن الحل الأمثل للقضاء على التجمعات العشوائية هو إنشاء مزيد من الوحدات السكنية. نحن نعمل الآن يعني على وضع استراتيجية جديدة للفقر لمكافحة الفقر لخمس سنوات مقبلة، ترافقها أيضا خطة وطنية للتنمية لخمس سنوات مقبلة. الحل الأمثل والذي ضمن هذه السياسات وهذه التوجهات هو التوجه نحو إنشاء المزيد من الوحدات السكنية، لأن السبب الأول أو السبب الرئيس في انتشار التجمعات العشوائية هو وجود فجوة واضحة في السكن في العراق، لذلك دفعت الناس وألجأتهم إلى البحث عن بدائل، ووجد الناس البدائل في هذه التجمعات العشوائية. لذلك التوجه اليوم هو حقيقة إنشاء المزيد من المدن السكنية، وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن إنشاء 5 مدن جديدة، وهناك حوالي 10 مدن أخرى أعدت مخططاتها في مختلف المحافظات. عدد الحرائق في النجف خلال النصف الأول من العام الحالي نهز 800 حريق، ومع أن هذا الرقم يبدو كبيرا فإن مديرية الدفاع المدني تعده منخفضا مقارنة بالعام الماضي. قرابة 800 حريق شهدت النجف في النصف الأول من العام الحالي، ومع الأعداد الكبيرة للحرائق في المحافظة فإنها تعلن انخفاضا بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالأعوام الماضية، فيما تؤكد مديرية الدفاع المدني أن الحوادث تقع نتيجة لعدم التزام المواطنين بشروط السلامة. سجلت مديرية الدفاع المدني النجف الأشرف خلال النصف الأول من هذا العام بحدود 793 حادث، تنوعت ما بين دور سكنية ومحلات تجارية وأراضي وبساتين زراعية. مقارنة بالعام الماضي سجلت مديريتنا انخفاض لا بأس به في عدد الحوادث المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام، وبنسبة يتقدر بحدود 35% عن العام السابق. سلسلة إجراءات بحق المشاريع التجارية تتخذها مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف للقضاء على الحرائق تبدأ من الكشف عن المشاريع وتطبيقها شروط السلامة، وتنتهي بتقديم الشكاوى في المحاكم المختصة. إجراءات مديرية الدفاع المدني بخصوص المخالفين أحيلت أغلب المشاريع المخالفة لشروط السلامة والإطفاء للمحاكم المختصة.
حملاتنا مستمرة بإجراء الكشوفات للمشاريع التجارية لأصحاب المحلات حول رفع المخلفات من قبل أصحاب المشاريع. مثل ما تعرف حملاتنا ما تتوقف على موسم واحد، طيلة العام الحملات مستمرة. وتشهد محافظة النجف بين فترة وأخرى حرائق أغلبها في مشاريع تجارية واستثمارية خالفت شروط السلامة ولا تكترث لتطبيق القانون، ما يعرض حياة المواطنين للخطر في ظل مطالب شعبية بمحاسبة المخالفين. وترتفع نسب الحرائق في العراق مع ارتفاع درجات الحرارة في علاقة طردية، إذ ينجم معظمها من عدم تطبيق تعليمات الدفاع المدني الخاصة بالسلامة والوقاية من الحرائق. من النجف حسام الكعبي، يو تي في. عبرت النائب عن تحالف السيادة عائشة المساري عن تضامنها مع أهالي منطقة جميرة شمال شرق بغداد إثر تعرض منازلهم للهدم على يد عناصر من الشرطة الاتحادية ودائرة البلدية، رغم استحصال موافقة من رئاسة الوزراء على البناء في المناطق الزراعية. عند لقائي برئيس الوزراء قدمت له كتاب وحصلت موافقة من رئيس الوزراء، والرجل مشكورا طبعا هو مع الأرامل والأيتام وكذلك المتعففين، أصدر كتاب بالموافقة على دخول مواد البناء إلى هذه المناطق الزراعية. البارحة تفاجئنا أنه جايين ومفلشين كل البيوت اللي موجودة في هذه المنطقة، مع العلم أنه نسبة البناء بها 80%. إضافة إلى ذلك صار تقريبا أكثر من شهر مانعين منعا باتا حتى دخول المواد اللي هي الاحتياجات المنزلية، مثل مبردة أو سبلت أو أي شيء آخر، منعوهم منع بات من هذا الشيء. يعني مو بس مواد البناء منعوهم، وإنما حتى منعوهم أيضا من دخول مواد اللي الأثاث المنزلي. يعني أنا اليوم جيت حتى في سبيل أنه أهديهم، لأنه هم عازمين أنه يطلعون مظاهرات قوية إلى ويقطعون جسر المثنى، وهاي استغاثة ولرئيس الوزراء من الأهالي. في الموصل تسبب انهيار أحد قوالب الصب داخل مشروع للمجاري الصندوقية بإصابة عمال اثنين، فيما ألقت مديرية الدفاع المدني اللوم على المقاولين والشركات المنفذة لعدم التزامها بتوفير معدات الوقاية لعمالها والتسبب في وقوع حوادث كهذه. انهيار مشروع للمجاري الصندوقية قيد الإنشاء على رؤوس العاملين خبر أثار الرأي العام في الموصل التي تشهد تلكؤا في إنجاز مشاريع مجاري المدينة. فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من إنقاذ العالقين تحت الأنقاض. حدوث انهيار في أحد المجاري الصندوقية قيد الإنشاء، بعد وصول المفارز إلى محل الحادث تبين أن الحادث عبارة عن انهيار لقالب الصب لأحد مشاريع المجاري الصندوقية العائد إلى مديرية مجاري نينوى. سجلنا إصابة عمال اثنين، تم نقلهم إلى المستشفى وحاليا يتلقون العلاج. لمشاريع المجاري في الموصل سوابق من هذا النوع، فقد سبق هذا الحادث آخر مشابه في منطقة يارمجة شرقي الموصل تسبب في وفاة 3 عمال وإصابة 11 آخرين. حادث ورا حادث، يعني خما أرواح المواطنين هالشكل سهلة عندكم؟ يعني نتمنى أنه يشوفون، يعني هم المقاول المفروض أنه هو بلا ما هذا يشوف الوقاية أهم شيء. هاي يعني هسه تروح على أي دولة ما يشتغل ما يسوي شغلة إذا ما يلبس الوقاية حتى على مو سلامته وسلامة الجميع. ويفتقد إنشاء المشاريع عموما إلى أبسط إجراءات السلامة، إذ ألقت مديرية الدفاع المدني اللوم على المقاولين والشركات المنفذة التي لا تلتزم بتوفير معدات الوقاية لعمالها. تم أيضا مفاتحة الدوائر المعنية بضرورة متابعة الشركات والمقاولين الذين يقومون بإنشاء هذه المشاريع وتوعية عمالهم على ارتداء الملابس الواقية والمحصنة لهذه الحوادث.
بعيدا عن بيئة العمل الصحيحة والملائمة، يواجه مئات العمال مخاطر يومية تكمن في انهيار المشاريع أو السقوط من أعلى البنايات أو غيرها من إصابات العمل المتكررة، في وقت لا يملك فيه أغلب العمال ضمانات وتأمينات تضمن مستقبلهم وأسرهم بعد الإصابة. من الموصل محمد سالم، يو تي في. وإلى البصرة، حيث منعت قوات حرس الحدود الزراعة في نحو 80 مزرعة ضمن منطقة سفوان القريبة من الكويت. وبينما اتهم أصحاب المزارع القوات باتخاذ القرار من دون مبرر، لم يصدر توضيح عن القيادة بهذا الشأن. قرابة 80 مزرعة تمتد بمحاذاة الشريط الحدودي بين العراق والكويت في ناحية صفوان غربي البصرة. هنا فوجئ أصحابها بمنعهم من زراعتها من قبل قيادة حرس الحدود في وزارة الداخلية من دون تقديم مبررات لهم كما يقولون، فيما تشتهر هذه المزارع بزراعة الطماطم. مضايقين قيادة حرس الحدود، يمنعونا من زراعة أراضينا، بينما الجانب الكويتي بالجانب المقابل قاعد يحفر آبار نفطية ويستخرج النفط، وأنا يمنعوني من زراعة شجرة الطماطم اللي عمرها أصلاً هي 3 أشهر. تدري هذا الزرع إلى وقت محدد، إذا فاتنا الوقت يفوتنا الموسم وراح يصير خسارة بعشرات الملايين تضرنا الصراحة. لجنة الزراعة والأهوار والمياه النيابية عدت منع الفلاحين من استثمار أراضيهم مخالفة للقانون والبرنامج الحكومي الذي يركز على دعم القطاع الزراعي، وقررت استضافة قائد حرس الحدود للوقوف على تداعيات هذه الأزمة. قائد القوات الحدود يمنع المزارعين من زراعة مزارعهم، وهذا بالنتيجة مخالف لبرنامج الحكومي اللي هو وهو دعم القطاع الزراعي. اليوم احنا من ضمن برنامجنا ومن ضمن أولوياتنا استضافة قائد قوات الحدود والوقوف على المشاكل اللي يعانيها المزارع والفلاح. وبحسب الجمعيات الفلاحية، فإن قطاع الزراعة يتعرض لانتكاسة في الزبير وصفوان لغياب الدعم وقضم الشركات النفطية للبساتين وضمها إلى حقولها، فآخر الإحصاءات تشير إلى أن المزارع المتبقية لا تزيد على 4000 بعدما كانت أكثر من 10000 مزرعة. بالتسعينات العراق ما يتعدى مرحلة 30 مليون نسمة، اليوم العراق عبر 40 مليون نسمة، وإحنا للأسف من كان 30 مليون إحنا نزرع 10000 مزرعة، واليوم 45 مليون أو 40 مليون إحنا نزرع 3000 مزرعة، وهذا انتكاسة للزراعة الطماطم في قاطع الزبير، وسبب الرئيسي هو سبب عدم دعم الحكومة بصورة صحيحة. وما ينطبق على الفلاحين انطبق على رعاة المواشي أيضا، إذ لا يسمح لهم بالرعي قرب هذه الأراضي المعتمدة في زراعتها على مياه الآبار. في المقابل لم يصدر أي توضيح من قبل قيادة حرس الحدود لبيان أسباب منعها للفلاحين بزراعة واستصلاح أراضيهم الملاصقة للشريط الحدودي العراقي الكويتي. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. بشرت صحة كربلاء تنفيذ خطة طوارئ في زيارة عاشوراء حتى انتهاء مراسم الزيارة. مدير الصحة صباح الموسوي ذكر أن الخطة تضمنت تهيئة 8 مستشفيات حكومية و4 أهلية و100 عجلة إسعاف مجهزة بالأدوية والمستلزمات الضرورية لتوزيعها في مناطق الزخم البشري، وخصوصا أثناء ركضة طويريج يوم 10 من محرم. وفي ذي قار، أعدت الدوائر الصحية والبيطرية خطة لدعم المواكب الحسينية وإرشادها لتطبيق تعليمات الوقاية من الإصابة بالحمى النزفية أثناء ذبح المواشي وطبخ اللحوم الحمراء وتوزيعها على المشاركين في إحياء مجالس العزاء أيام عاشوراء، وسط التزام أصحاب المواكب بتعليمات السلامة. إلى جانب الحماية الأمنية والتضامن الاجتماعي، تتلقى المواكب الحسينية في ذي قار دعما صحيا وسط تنظيم حملة لإرشاد أصحاب المواكب إلى ضرورة اتباع شروط الوقاية في التعامل مع ذبح المواشي واللحوم الحمراء عند طبخها وتوزيعها بكميات كبيرة على المشاركين في مراسم العزاء لتلافي انتشار الحمى النزفية،
حيث تعد ذي قار المحافظة الأعلى تسجيلا للإصابات بالمرض متجاوزة عتبة 100 حالة. أصحاب مواكب أكدوا تلقيهم التعليمات الصحية بهذا الشأن والتزامهم بها للمحافظة على السلامة العامة. احنا بالنسبة لنا كأصحاب مواكب راح نتعامل مع مسألة اللحوم، يكون الذبح داخل المصلق مختوم، بالإضافة إلى أنه غسل اللحوم وترتيبها داخل المواكب راح تكون عليها دقة ورقابة على مود إن شاء الله نبتعد عن هذا المرض الخبيث. الدوائر الصحية والبيطرية في ذي قار وضعت خطة خاصة بأيام عاشوراء وشكلت خلية عمل لمتابعة عمليات الجزر الصحي، فيما دعت أصحاب المواكب إلى توعية جميع المشاركين في تهيئة الأطعمة لاتباع القيود الصحية وعدم التساهل فيها لتجنب تكرار عدم الالتزام بالقيود أيام عيد الأضحى الماضي. حدثت زيادة في عدد الإصابات في محافظة ذي قار خلال هذه الفترة القليلة الماضية بسبب عدم التزام الأهالي، رغم وجود 45 فرقة شكلناها للتوعية المواطنين في مختلف أرجاء محافظة ذي قار، خطورة هذا المرض، مسببات المرض، طرق الوقاية من هذا المرض في مختلف فئات المجتمع، في القصابين وفي المربين وربات البيوت ومختلف فئات المجتمع. رغم هذا عدم التزام المربين وعدم التزام فئات المجتمع بهذه التوصيات أدت إلى ارتفاع الإصابات نتيجة التعامل مع الأضاحي بعد عيد الأضحى. وتضم ذي قار على امتداد الناصرية والمدن الأخرى في المحافظة مئات المواكب الحسينية، وهي توزع على ضيوفها بكرم يعرفه القاصي والداني أصناف الأطعمة المعدة من اللحوم الحمراء ومنها القيمة والمشويات على مدار أيام عاشوراء وحتى الأربعين الحسيني. من الناصرية أحمد السعيدي، يوتيوب. صالات الجراحة تخلو من الخيط والأبرة في الموصل، هذا الملف مع علي من جديد، تفضل علي. آية شكرا لك، أهلا بكم من جديد. الموصل والسماوة الأولى الأكثر دمارا والثانية الأكثر فقرا، وهما يعانيان من وضع صحي متدهور. فاقم سوق أحوال المرضى، فثلاثة أرباع سكان الموصل لا يحصلون على الأدوية اللازمة في المستشفيات العامة ويضطرون إلى الذهاب إلى العيادات الأهلية ذات الكلف المالية الأكبر، فيما حال البنى التحتية للقطاع الصحي يرثى لها. أما في السماوة ذات المليون نسمة فلا يوجد سوى 175 طبيبا لمليون نسمة، بعد أن هرب كثيرون من المحافظة حتى تركوها بحاجة إلى أكثر من 600 اختصاصي. ثلاثة أرباع الموصليين لا يحصلون على الدواء ومستلزمات العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، واقع صحي مضطرب يدفع بالسكان إلى المشافي الأهلية ويحملهم أعباء اقتصادية. نتابع. في مستشفيات الموصل الحكومية لا يجد الباحث عن الدواء ضالته، فصيدلياتها الخاوية لا تؤمن سوى 25% من احتياجات المراجعين ومستلزمات العمليات الجراحية. واقع صحي اضطر كثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة، ما يحملهم عبئا اقتصاديا كبيرا لارتفاع أجورها. بصراحة يعني العمليات كلها عنده مريض كلش عايز يسوي بالاهلي، لانه العلاجات ما توفر العلاجات، وثانيا يعني طولك سنه يجوز تتاخر شهر شهرين. حالات اللي يحتاج المريض العمليه هي كلها ياخذها من برا من الصيدليه، الحين هي المفروض موجوده ضمن المستشفى حتى العمليات تجرى بشكل صحيح للمريض اللي داخل العمليات الجراحيه. يعني اكثر الشغلات يروح يجيب الخيط، يروح يجيب المستلزمات اللي يحتاجها اثناء العمليه، يروح لازم يجيبها من الصيدليات الخارجيه. ورغم التبريرات المتكررة لصحة نينوى عن وجود بعض الأدوية الأساسية، فإن مشافي الموصل ما زالت متهالكة لما تعانيه من نقص في الأسرة والمستلزمات الطبية الضرورية، وتحمل وزارة الصحة المسؤولية عن شح العلاج ونقص التخصيصات المالية. احنا دائما نتحدث مع النواب، نتحدث مع المسؤولين حول بان وزاره الماليه خل تخصيصات الادويه ومستلزمات طبيه في باب واحد، وهذا لا يكفي لشراء الادويه ومستلزمات طبيه. احنا نفضل فصل باب المستلزمات الطبيه عن باب شراء الادويه حتى تكون التخصيصات الماليه اكثر لشراء المستلزمات الطبية.
الطبية. وفضلا عن نقص العلاج، فإن البنى التحتية للقطاع الصحي في نينوى ما تزال بهياكل كرفانية متواضعة أنشئت مؤقتا من التبرعات الدولية، لكنها تحولت إلى مشاف تتعكز عليها المدينة. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. لا يختلف حال السماوة عن الموصل كثيرا، فالمدينة الأفقر في العراق تفتقر إلى العلاج والطواقم الطبية. وضع فاقم أوجاع المرضى بشهادة الفرق التفتيشية لوزارة الصحة والتي لجأت إلى الأطباء السوريين، لكن من دون فائدة. على هذا المستشفى الحكومي في السماوة يتردد آلاف المراجعين يوميا، لكن لا دواء للداء. فنقص العلاج في المستشفيات يفاقم أوجاع المرضى، ما يدفعهم إلى شرائها من الصيدليات الخارجية. هاي علاقتين نبيك العسيم 60,000 ولا أكو علاجات. يعني هسه مستشفى إيش كبرى وإيش عرضه، ما بي يعني هذا شريط الحافي صغير وما بي. الدكتور يجيك بس مرة واحدة يجيك، هذا الأخصائي بعد ما يجيك لا ثاني يوم. العلاجات إذا تحتاجك إبرة روح جيبها من برا، هاي الصيدليات شوفها سعينك، هاي شوف الصيدليات برا، وهذا العلاج هذا الله وكيلك هذني ب60. الشكاوى المستمرة للمرضى من نقص العلاج وقلة الخدمات المقدمة لهم لا تنكرها فرق وزارة الصحة التفتيشية، إذ سجلتها خلال زيارتها مستشفى الحسين التعليمي مشخصة انعدام أغلب العلاجات الأساسية هنا. شكلنا لجنة تحقيقية حاليا في موضوع نقص بعض المواد، يعني ما أريد أسبق الأحداث، خلي اللجنة التحقيقية تخلص وراح يكون هناك يعني أكيد معلومات دقيقة تكون بالنتائج. ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن في المثنى 5 مستشفيات و77 مركزا صحيا يعاني أغلبها نقصا في العلاج، ولا يتوافر فيها سوى 175 طبيبا فقط، وينقصها كذلك 636 طبيبا اختصاصيا. مشكلة المثنى مشكلة يعني أزلية تقريبا منذ سنوات طويلة، أن هناك نقص كبير من الملاكات الطبية تحديدا. كوزارة صحة نرسل هذه الملاكات، قسم منها يرفض العمل بأسباب معينة، قسم منها ينقل بأسباب معينة. حقيقة من المحافظات الطاردة هي محافظة المثنى. ولحل مشكلة نقص الأطباء تعاقدت المثنى قبل عام مع أطباء سوريين لسد النقص الحاصل، لكن ذلك لم يفي بالغرض، وبقيت مشكلة أزمة القطاع الصحي مستمرة حتى الآن. من المثنى خليل بركات، UTV. أخيرا في وسط، حصد الرسام كريم ناصر أكثر من 50 جائزة دولية ومحلية خلال 3 أعوام فقط، مع أنه يبيع اللوحات بأسعار زهيدة لشراء أدوات التلوين. عشق الرسم منذ نعومة أظفاره. كريم ناصر الرسام المعروف في منطقة الحي جنوبية واسط يستنسخ تارة لوحات عالمية كبيرة، وتارة ينسج من خياله صانعا لوحات خاضعة لمعايير الرسم المدروسة. اجت لجنة بالنسبة لهاي اللجنة بها كبار الفنانين والهذا، ما يختارون اللوحة اللي مثل الفائزة والهذا، ما عرفان انا يعني قلت رايح بس مشاركة، ما عرفان بالهذا. وإلى أن بالمهرجان من سوى الكسمه وإجي وزير الثقافة المصري أو شو صاحوا يعني صاحوا بس ما أنا تفاجأت حتى تلاقي قام ترجم. كريم يبيع اللوحات بأسعار زهيدة من أجل رسم لوحات أخرى، إذ أنه يجهز نفسه بمستلزمات الرسم عبر البيع فقط، إذ لم تدعمه أي جهة حتى الآن. كل من يعتمد على نفسه، أبيع اللوحة راح أشتري بها مستلزمات الرسم، أما هاي ما عندي غير هذا. كريم الحاصل على الابتدائية فقط حصد خلال 3 أعوام أكثر من 50 جائزة تكريم من مهرجانات دولية ومحلية، آخرها الجائزة الأولى لمهرجان الفنون الذي أقيم في القاهرة. من وسط، حمزة الأسدي، UTV. شاهدينا هذه النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.